اليوم تتجد في سوق سيدي عبد الله مدينة سلا، الناس تستعد عيد الأضحى، تشيل الحواله ديالها. اليوم ضروري تندير لهم داك الميزه الحراره باش نعرفوا الشخص المعني بالامر تيتواجد في السوق، باش ما يعاديش ناس اخرين، باش الا كان فيه الحراره تنحاولوا نعزلوه لواحد المكان مخصص معين اللي تتواجد فيه الناس ديال وزاره الصحه، باش تتهبط الحراره عاد ممكن نعاودوا له الحراره وعاود يتجه عاوتاني للسوق. حنا اليوم في عين المكان تنحسوا الناس الا ما بغى يدخل، الا بغى يدخل السوق ضروري من الكمامه، ضروري من المسافه. هذا هو التعليمات ديال السلطات المحليه والامنيه في مدينه سلا ووزاره الصحه. هوية بريس، نحو إعلام هادف.